إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذن العطاء ممكن ما يكون مشان الحب. واحد الله عم يرزقه، أكيد أكيد دائما بمعنى دليل أنه الله بيحبه. الله سبحانه وتعالى عم يحمي من الموبقات، هل هذا يعني حتما دليل على أن الله يحبه؟ لعله يستدرجه. إذن ليس العطاء والإكرام والستر والرزق والحماية دائما الحب، الحب شيء آخر. لكن المؤمن إذا رأى أنه موفق، إذا رأى أنه يعني يستأنس بهذه المجالس، يلذ له أن يقرأ كتاب الله، يلذ له أن يقوم في الأسحار، يستبشر بأن هذا دليل على أن الله يحبه، دليل على أن الله عز وجل يحبه، فيفرح بحب الله له أكثر مما يفرح بصلاته التي يصليها وعبادته التي يعبده. شغلة كبيرة. لأنه نعم، وقد قلت لكم عن تلك المرأة المتعبدة التي كانت تخدم في بيت أحدهم، سمعها صاحب الدار وهي تقول في سجودها